الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في الاسبوع الثاني من الصوم الكبير، سبت الثاني اللي هو قبل احد التجربه. الحقيقه في ثقافه يعني منتشره وسط المسيحيين، لما بيقرب الصوم الكبير بنبتدي نخاف شويه من الصوم الكبير، يقول لك لا ده الصوم الكبير بيجي ومعاه تجارب كتيرة. الحقيقة دي حقيقة، لأنه المسيح ما خباش علينا حاجة، قال في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق، ولكن دي نصف الحقيقة، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. معروف أن التجارب في رحلة في حياة الإنسان من أول ما بيتولد لغاية ما بيفارق الأرض إلى السماء، ولكن المشكلة مش في التجارب، التجربة ضرورة حتمية، زي ما بيقولوا واقع لابد منه. إن تقبلناه استسلاما قهرنا وعشنا في مرار، إن تقبلناه تسليما سعدنا وعشنا في فرح. آية الشهيرة بتاعت معلمنا بولس الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متعددة. الآية القول الشهير بتاع الأمبابولا أو السواح اللي بيقول انه من يهرب من الضيقة يهرب من الله، ومن يهرب من التجارب يهرب من الله. عشان كده لابد ان تأتي التجربة، تجارب التجربة ضرورة حتمية. الحاجة التانية ان في انواع من التجارب، ولا بسرعة، في تجارب من الانسان نفسه، هو الانسان بيجرب نفسه، في تجارب جاية من الشيطان، وفي تجارب بسماح من الله، والتلاتة ربنا بيستخدمهم للخير بتاع الإنسان إذا إنسان سلم حياته لربنا بكل الطرق بتاعه. ليه؟ لأنه الآية مشهورة أن كل الأمور تعمل معا للخير. عشان كده الحقيقة السبت ده بيعلمنا فعلا كيف نستعد لهذه التجارب. المشكلة مش في التجربة، المشكلة أن إحنا نعرف إزاي نستعد لهذه التجارب. في التجربة كان أيوب دخل التجربة وخرج منها وقال له بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. الحقيقة اللي يتابع القراءات بتاعة السبت ده يعني ترتيب عجيب جدا إزاي الواحد يستعد لهذه التجربة. الحقيقة بيركز في خمس نقط عشان أقدر أستعد لهذه التجربة. النقطة الأولى العثرة، النقطة الثانية الإدانة، النقطة الثالثة العمل بالوصية، النقطة الرابعة الشهادة للمسيح، النقطة الخامسة وأنا بشهد للمسيح لازم هتحمل الألم. حقيقة الخمس نقط دول هتلاقوهم متوزعين بطريقة دقيقة جدا على القراءات اللي احنا بنشوفها. مثلا العثرة مطلوب مني لكي أستعد للتجربة بطريقة وقائية إن أنا أبعد عن العثرات، سواء العثرات تجيني من جوايا أو من المحيط اللي أنا فيه أو من البيئة اللي أنا عايش فيها، كيف أتجنب هذه العثرات. ودي قايلها معلمنا مرقس لما بيتكلم على المسيح، لما بيقول إن أعثرتك رجلك فاقطعها والقيها عنك، بيتكلم على العثرة بطريقة عامة. فعايز أستعد للتجربة بطريقة وقائية من البداية، ما أدخلش في هذه العثرات. النقطة الثانية إنه إدانة، ودي اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول في البولس بتاعه، بيقول فلا ندين بعضنا بعضا. طب ليه؟ طيب يعني ناس كتير قوي تقول لي أنا ما أدينش يعني. طبعا مرفوض ألا تدينوا بشكل واضح وصريح يعني. الحقيقة فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنا وأنا بدين أخويا أنا بقع في نفس التجارب اللي أنا بأذيني فيها. نمرة اتنين، وده النقطة محدش بياخد باله منها، انه لما انا ادين اللي قدام مني انا بحط نفسي مكان ربنا، ودي الخطية بتاعت زمان لما اخطأ الشيطان قال اصيره مثل العلي. فهو انا بدين الاخر، انا انسان ساقط وانسان بتعرض للتجارب وبسقط في هذه التجارب، ازاي اقدر احكم وازاي اقدر ادين اخوي. عشان كده حتى بيعلمنا الأدب الرهباني إن كل ما الإنسان بيدين أخوه كل ما بيقع في الخطية نفسها، وزي ما كان الكتاب المقدس بيكمل. وأكتر من كده كمان،
إنه لما الإنسان بيدين الآخرين بيحارب بخطايا كبيرة جدا علشان يرجع الإنسان إلى الانسحاق وإن هو ما يدينش الآخرين، لأنه ببساطة بياخد مكان ربنا. محدش من حقه يدين أي حد تاني إلا ربنا واحد بس، لأن هو القدوس الوحيد اللي يقدر من حقه هذه الدينونة. الأعجب من كده ده ربنا لما جابوا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهو صاحب الدينونة، من حقه إن هو يدينها واضع الناموس، قال لها ولا أنا إيه ودينك، لأنه هنا عصر الحب، إنما في الأبدية بيبقى عصر العدالة، أو اللي من حق ربنا إن هو يدين كل بشر موجود. فعايز أبعد أو استعد للتجربة فعلا وإحنا في بداية الصوم. واحد، ببعد عن العصرات. اتنين، ببعد تماما عن فكرة الدينونة عشان يبقى فكر الإنسان طاهر ونقي يقدر روح ربنا يشتغل في هذا الإنسان. نمرة ثلاثة، العمل بالوصية، وده بيفسره لنا كتير قوي في الكاثوليكون، ان انا ابقى ايجابي. قالوا كده، قال آية مهمة قوي، بيقول وكونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط بها. يعني مش بس الكلمات اللي انا اقراها وبدرسها من وصايا الكتاب المقدس، مش مجرد بس سماع، لا، عايز اتفادى التجربة، او مش اتفاداها بالاحرى، عايز استعد للتجربة وبنعمة ربنا مليان بالقوة اللي تحتمل هذه التجربة. لو سمحت بحول الوصايا اللي انا بسمعها الى سلوكيات في حياتي. عاملين بالكلمة لا سامعين بها فقط. النقطة اللي بعد كده عشان أقدر أستعد للتجربة هي الشهادة للمسيح، وده بيوضح لنا كتير قوي في الإبروكسيس. لما بولس بيروح يبشر، فربنا بيقوله كده، انطلق فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدة. ودي بعد ما الإنسان بيبعد عن العصرة، بعد كده فكره ما يجيش إلى ناحية الدينونة، بعد كده بيبتدي ينفذ وصايا ربنا بطريقة عملية. طبيعي الإنسان ده بيتملي بروح ربنا وعلى طول يطلع ينطلق إلى شهادة للمسيح زي ما كان معلمنا بولس الرسول. لما بيعيش في حياة أمينة بينه وما بين ربنا، على طول بيبتدي يبشر بربنا في الأمم زي ما أمره ربنا لما قال له فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. وهو ماشي في السكة وبيبشر للناس وبيكرز للناس، لازم هيتحمل إيه التجربة. وهنا إزاي أقدر أشهد للناس في الوسط اللي أنا بعيش فيه؟ أقول كلمات صغيرة خالص. في أكتر من وسيلة إن أنا أشهد بيها للمسيح في المجتمع أو في البيت اللي أنا بعيش فيه. إحنا مش بننادي نقول للناس لا أعملوا زي يوحنا المعمدان اللي يخرج ويقول يا أولاد الأفاعي توبوا إنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. لا، ما بنعملش كده. إنما هنقول إن ممكن أنا أشهد للمسيح بطريقة مسيحية أصيلة في هدوء شديد جدا، في سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في الوطن اللي أنا بعيش فيه. ففي أنواع كتير قوي، منها اللي أشهد للمسيح بالقدوة. المسيح قال كده ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مجرد ما أنا أصير ابن ربنا حقيقي في المجتمع، الناس هتشاور يقول لا ده ابن ربنا، ده بيشهد لربنا، لا ده كرازة حية لربنا. ممكن بشهد لربنا عن طريق المحبة، أعمال المحبة. ده بيقول إن أعمال المحبة، قال إن كوب ماء بارد لا يضيع أجره في ملكوت السماوات. أيضا عن طريق الكلمة، بيقول كده الكتاب مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي به. وآخر حاجة ممكن أقدر أشهد بها المسيح هي الصلاة، إن أنا في مخدعي الخاص ببتدي أصلي عن كل العالم وكل ما يحدث في العالم، وما أحوج العالم في هذه الأيام إلى مثل هذه الصلوات. أنا بستفيد وبعد كده أيضا العالم بيستفيد، لأنه ربنا بيستجيب لهذه الصلاة الصادقة. يبقى واحد
عشان استعد للتجربة بطريقة صحيحة. واحد، ببعد عن العثرات. اتنين، ببعد عن الإدانة، بجتنب الإدانة. تلاتة، بعمل بالوصية. أربعة، بشهد للمسيح. خمسة، وأنا ماشي في طريق شهادة المسيح لابد بقى أنه يبقى في حمل الصليب. رب المجد يسوع نفسه كان قدوة لينا في هذا التحمل طبعا، ومعلمنا بولس الرسول، كل من خدموا، كل التلاميذ فعلا حملوا الصليب وهم ماشيين في طريق الشهادة للمسيح. ودي اللي بيأكدوا الحقيقة الإنجيل معلمنا متى اللي هو إنجيل القداس، بيقول كده أول آية، بيقول ادخلوا من الباب الضيق، ما قالناش الباب المؤدي إلى الحياة هو الباب واسع، لا، ادخلوا من الباب الضيق. فتعالوا مع بعض نراجع كيف نستعد إلى التجربة وإحنا في بداية الصوم الكبير. واحد، ببعد عن العسرة. اتنين، ببعد عن الدينونة. ثلاثة، بعمل بالوصية. أربعة، بشهد للمسيح. خمسة، وأنا بشهد للمسيح بتحمل الألم. بكده بيدينا حصن كبير قوي قوي عشان بنعمة ربنا نقدر نستعد للتجربة. ربنا يدينا قوة نحن بنعمته نقدر نتحمل التجربة، وألف في المية كل الأمور تعمل للخير للذين يحبون الله ويحتملون التجربة، لأن ربنا هيطلع من التجربة خير. لإلهنا كل مجد وكل كرامة الآن والأبد، آمين.